مين بقى الفتان اللي فتن عليا وقال ان انا زعلان منك؟ انت مقاطعني يا خالد بيه. انا بنفذ اوامرك يا ست الكل. وانا اللي كنت فاكره انك هتقدر صراحتي، اتاريك بتعاقبني بسببها. ابدا، وفي حد يزعل من الصراحه؟ انا كان ممكن اغشك بشويه احاسيس مزيفه واضحك عليك بكلام حلو لحد ما اخد منك اللي اقدر عليه. غيري كتير بيعمل كده، واكيد انت مجرب الصنف ده وعارفه كويس. بس انتي حاجه تانية، انتي مش قلتي ان انا عندي شويه خبره صغيرين؟ اهي بالخبره الصغيره دي اقدر افرق كويس قوي ما بين اليافت والاشفور. ده اللي انا كنت عايزه اثبته لك، والنتيجه انك خصمتني من غير ما اعمل لك حاجه. طب ولو قلتلك ان انا بفكر فيكي كل ليله هتصدقيني؟ اصدق ايه بس يا خالد بيه؟ تعرف انا مشكلتي ايه؟ ايه يا سمية؟ مشكلتي ان انا طيبه قوي وعلى نيتي، وبيضحك عليا بملبسه زي ما بيقولوا. ياما صدقت وياما انجرحت وخدع قلبي، حطيت ثقتي في ناس كتير وما خدتش في الاخر غير الجراح والالم. عشان كده ما عنديش استعداد اكرر جرحي ده تاني. بس انا بقى غير الناس اللي انت بتتكلمي عنهم، وكل ما هتقربي مني كل ما هتعرفيني اكتر. اعتبر ده وعد، وانك مش هتعمل زي غيرك وتخلينا تجرح واتألم تاني. طبعا وعد. يعني هشوفك الليله دي في المحل وكل ليله صافي يا لبن حليب يا قشطه. الجماعه موجودين؟ حضرتك مين؟ انا ابن صاحب الفيلا. مين يا هانم؟ ده ابن صاحبة الفيلا. خليه يتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كده برضه يا شهر؟ شهر؟ ايه؟ احنا مش قلنا لما نلعب بلعبه نرجعها تاني مكانها؟ ماشي. انت عاوزه الدكتور حسن يزعل منك؟ على فكره الدكتور حسن بيحب النظام. شهر؟ ماشي. مش كفايه تلفزيون بقى؟ هو لا الولد بيزعق لا البنت. بصراحه احنا قلنا كفايه تلفزيون، تعالي تعالي عشان نلعب سوا. انا مش عاوزه العب، انا مش عاوزه العب. صباح الخير حسن. جه. ازيك يا ساره؟ يا دكتور مش عاوزه تسيب التلفزيون من الصبح، دي حتى مش عاوزه تلعب باللعب بتاعتها. حسن بص بص يا حسن، مين البنت اللي باتت البنت اللي الولد زعق لها؟ دي اكيد مامتها. اي مامتها دي؟ مامتها يعني ماما بتاعتها. ما هو كل واحد فينا عنده ماما وعنده بابا. انت عندك ماما وعندك بابا؟ طبعا عندي ماما وعندي بابا. وسناء عندها؟ يا حبيبتي كل واحد عنده ماما وعنده بابا، لولاهم ما كناش جينا الدنيا. وانا؟ انت ايه؟ انا عندي منهم بابا وماما دي؟ طبعا عندك. تحب تشوفي ماما بتاعتك؟ ماما بتاعتي؟ ماشي. خلاص انا هخليها تيجي تزورك. دكتور حسن. يا سلام. انا ملاحظة ان في حاجة غريبة بتحصل لسارة. قصدك يعني عشان بتسأل كتير؟ ده شيء طبيعي يا سناء. يا دكتور دي بطلت تلعب باللعب بتاعتها من امبارح.